تصبح البطل الرئيسي في لعبة فيديو واقعية، ولكن المسار الصوتي دائما غير مناسب، ولا أحد يدرك أن الحياة لعبة. وما حدش يسألني ولا كلمة لأني مش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقوله. عزيزي المشاهد، لو خيروك يعطوك مليون دولار ولكن يأخذوا شخص عزيز على قلبك من حياتك، هل بتوافق؟ هاي هي فكرة اليوم، فكرة الموقع أو فكرة اللعبة، إنهم راح يخيرون بين شغلتين، يعطوني إشي ويأخذوا إشي بالمقابل، إما إني أوافق أو لا. بدون ما أطول أكثر، اللعبة شاطحة وحبيت إني أجربها وأنوع بالفيديوهات. إذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات، وبس ما بدي أطول عليكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك واستمتعوا بالفيديو. أوكي شباب، يلا. وأول سؤال أو أول خيار، لديك معرفة بكيفية القيام بأي شيء، ولكن كلما استخدمت هذه المعرفة هي موت 100 شخص عشوائي. أوكي، يعني تقدر يعني عندك معلومات تقدر تسوي أي إشي بدك إياه، بس كل ما تيجي تسوي إشي راح يموت 100 شخص. بس شوفوا منطقيا الناس بتموت يعني. يعني يكون عندك معلومات تقدر تسوي فيها أي شيء، وأنا هيك هيك يعني مش راح أقدر أحوش الناس عن الموت يعني. مضغوط الزر. أوكي، 45% ضغط الزر. يعني الناس ميتين ميتين يعني، التالي. أوكي، كل ما تقوله سوف يتحقق. أوكي، ولكن سوف تحصل على عكس ما تقوله. ها؟ يعني أقول بدي 100 دولار مثلا، اجي ياخذ مني 100 دولار. لا هيك مش، او لا بقول بديش 100 دولار. بديش 100 دولار، بيجي 100 دولار. والله والله فكرة. سوف اضغطه. اوكي، 62% ضغطوه فعلا. يعني انت بتضغط، بتتمنى او بتقول عكس اللي بدك. بالتالي تصبح البصل بصل. اوكي، تصبح البطل الرئيسي في لعبة فيديو واقعية، ولكن المسار الصوتي دائما غير مناسب، ولا احد يدرك ان الحياة لعبة. مفهمتش. المسار الصوتي دائما غير مناسب، ولا احد يدرك ان الحياة لعبة. منطق العاب الفيديو وضع هذا من راحة. طيب تالي، لديك القدرة على التواصل مع الحيوانات. أنا كل يوم بتواصل مع الحيوانات، ولكن تفقد القدرة على التواصل مع البشر. أوكي، لا شو بدي في التواصل مع الحيوانات يعني. لا لا لن أفعل. أوكي نايس، 76% ما ضغطوا الزر. طيب، بقول لك تكتسب القدرة على التحول إلى أي شكل من أشكال الحيوانات. أنا مش حيوان، ولكن لا يمكنك أن تعود إلى شكل بشري. مش بفكر أنا. لن نفعل. أوكي، 51% بدهم يتحولوا لحيوانات. أوكي، يمكنك قضاء 5 أيام مع أي شخص من اختيارك. أوكي هذا حلو، ولكن عليك البقاء في مسقط رأسك. طيب عادي، عادي بضل بمنطقتي، بس بقعد 5 أيام مع أي شخص من اختياري. حلو، أضغط الزر. 82% ضغطينه. طيب التالي، يمكن قتل جاستن بيبر. أوكي، ولكن كل واحدة من الفتيات المعجبين به ستطاردك وتحاول قتلك بلا رحمة كل يوم حتى الموت. لا يا عم، خليه عايش، خليه عايش. 59% بدهم يقتلوه. أو لا والله، 59% ما ضغطوش سير. أوكي طيب، لديك كل قوى الكرش، كل قوى القرش الأبيض العظيم، ولكن إذا توقفت عن الحركة سوف تختنق. إيش هي، إيش قوى القرش الأبيض؟ بعرفش. نضل نتحرك؟ لا لا نفعل. اوكي، 75% ما اختاروا. اوكي،
بقول لك اكتساب القدرة على التحدث وفهم كل لغة ولهجة في العالم بطلاقة، ولكن لا يمكنك أبدا التحدث أو فهم اللغة الإنجليزية بعد ذلك. طيب عادي، معاي كل لغة وكل لهجة وكل إشي، بس الإنجليزي بديش إياها. أوكي، 52% بس اللي وافق. أوكي، يمكنك إنهاء الاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى والأمراض الجسدية إلى الأبد، وكذلك التوقف عن القسوة، ولكن ستعاني كل هذه الأشياء. أوه، يعني ضحي بحالي كرمال كوكب الأرض يعني، لن أفعل. أوكي، لديك القدرة على النقل الفوري في أي مكان في العالم، ولكن يمكنك قضاء عام واحد هناك فقط هناك ولن تعود أبدا. شو كيف يعني أقعد عام وما أرجعش؟ طب وين بعد العام وين بدي أقعد أنا؟ حلو يعني تتنقل على المكان، مثلا أنا أسافر مثلا على الفضاء على القمر، بعدين بقعد عام واحد ولن تعود أبدا، يعني خلال العام مش راح أرجع. طيب سوف تصير 54%. أوكي، تتلقى أي شيء تريده مجانا، ولكن سوف تعتبر شرير. هسه مجانا بمعنى مجانا ولا بمعنى انه سرقة؟ اذا مجانا يعني عادي. لا موافق، اضغط الزر. 68%، احكوا لي شرير شو يعني. طيب التالي، شطائر السبواي المجانية مدى الحياة، ولكن لا يمكنك أبدا أكل الوجبات السريعة مرة أخرى. طب أنا بدي أجيب شطائر السبواي مجانية طول حياتي، ومين بده يقولها؟ لا لن أفعل. تحصل على الجسم المثالي الذي طالما أردته، ولكن ستموت قبل 20 عام. ها ليش؟ يعني برجع بالزمن ولا بموت باخذ الجسم اللي بموت على طول؟ لن افعل. 35% بدهم. طيب يمكنك الحصول على كل البيتزا بالعالم، ولكن لا يمكنك شرب المشروبات الغازية. انا اصلا بحب المشروبات الغازية. اوكي بيتزا بحبها. 55% وافقوا. ستكون سعيد تماما لبقية حياتك، ولكن كل شخص تهتم لعمره الان لن يكون موجودا أبدا. أوكي، شو رأيكم؟ تكون مبسوط طول حياتك بس الشخص اللي أنت بتحبه أو مهتم لأمره ما يكون موجود بحياتك؟ لا نفعل. أوكي، 69% لا نفعل. أوكي آخر واحدة، خلينا نشوف. كل من تحب يموت، ولكن تحصل على قبعة رائعة مجانا. سؤال صعب. اوكي لن اضغط الزر. والله في 37% بدهم القبعة، الله ياخذهم. اوكي اخر واحدة هاي، خلاص. تكتسب القوة لتصبح غير مرئي حسب الرغبة. حلوة هاي، ولكن هي ولكن اكيد تم قطع عمرك الآن إلى النصف، يعني بتعيش نص عمرك، يعني مثلا عمرك 60 راح تعيش 30 سنة، بس بتعيش هدول 30 سنة وأنت بتقدر إنك تخفي حالك يعني. لا عمر بيد الله، خلينا نخفي حالنا. 39% بس. أوكي اوكي بس شباب، ونكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لي تحت في التعليقات، خلينا نكثر منه. وبس لا تنسوا لايك والاشتراك، ومع السلامة.